انزال يضرب أسعار الذهب في سوق الصاغة اليوم، وهبوط لكل أعيرة الذهب مع بداية التداولات. أما الدولار فيشهد ارتفاعاً على المستوى العالمي غير مسبوق. فيا ترى ما سبب انخفاض أسعار الذهب، وهل ستستمر الأسعار بعد هذا الانخفاض أم ستعاود الارتفاع من جديد؟ وما هي المفاجأة التي أعلنت عنها الحكومة في أول يوم في السنة الجديدة؟ وفي تغطيتنا الآن سنوضح لحضراتكم كافة التفاصيل. نبدأ بأسعار الدولار محلياً، والتي شهدت استقراراً منذ شهر مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 9 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات. وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع، وذلك بالتزامن مع تصريحات الحكومة حول موعد انتهاء أزمة الأخضر. ومقترح حكومي جديد لزيادة التدفق الدولاري وزيادة العملة الصعبة. كما أيضا سجل سعر في أكبر بنكين حكوميين، وهما بنك مصر وأيضا البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء مقابل 30.85 جنيه للبيع. وقد أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء أن أزمة الدولار إلى زوال وستنتهي قريباً، وأوضح أن الحكومة تعمل على حل المشكلة من جذورها من خلال العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المكون المحلي. وصرح أيضا خلال تصريحات تلفزيونية أن برنامج الطروحات يستهدف مشاركة القطاع الخاص، وقريبا سيتم الإعلان عن طروحات جديدة، وأن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65%. وكشف عن أن أزمة الدولار حدثت بسبب الأزمات العالمية وهروب الأموال من الدول النامية للدول المتقدمة، ولكن هناك إجراءات لمعالجة الموضوع بشكل كامل من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والاستقرار في برنامج الطروحات. مكملين مع حضراتكم بالتفاصيل، بنقول ان كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء الخميس الماضي اجتماعا لاستعراض مبادره مقترحه لبيع الوحدات العقاريه بالدولار بموجب مجموعه من المحفزات بالتعاون بين القطاع الحكومه وايضا مطوري القطاع الخاص. وهذه المبادرة المقترحة تتيح الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج أو الأجانب، وسيشارك فيها الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم في نجاح المبادرة. وستحقق المبادرة طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وطبعا مثليتها من المدن الجديدة، كما أيضا تهدف إلى تقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية وتحقيق تدفق دولاري كبير وإحداث انتعاش لأحد أهم القطاعات التنموية. وأيضا طمأنت الحكومة المصرية، وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء السبت 18 نوفمبر أن أزمة العملة التي تمر بها مصر هي أزمة مؤقتة وستنتهي في فترة قصيرة جدا بإذن الله. مكملين مع حضراتكم باقي التفاصيل، وبنقول كمان ان كشف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه عن مفاجاه ساره بشان سعر الدولار، وقال ان يوم 1/1 ستدخل مصر رسميا البريكس، وهذا يعني التعامل مع 10 دول بعملات وطنيه محليه، مما يعني تقليل الضغط على الدولار ومن ثم ينخفض سعره نوعا ما. وأصدرت الحكومة قراراً يلزم الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة. كما أيضاً لزم قرار الحكومة سداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله. وأيضاً قررت وزارة الداخلية بدء تنفيذ هذا القرار والعمل به اعتباراً من يوم 16 سبتمبر الماضي، وهو ما سيساعد أيضاً على تخفيف الضغط على الدولار.
وعالميا. ارتفع الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له منذ في أسبوع واحد مقابل سلة من العملات أمس الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات التوظيف الجديدة أن فرص العمل الأمريكية انخفضت في أكتوبر إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2021. وأيضاً وفقاً للرويترز، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي في أحدث تعاملات من 0.12% إلى 103.73 قرب أعلى مستوياته في أسبوع، وأدى تباطؤ سوء العمل وانحسار التضخم وزيادة التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ربما يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة في هذه الدورة، حتى أن الأسواق المالية تتوقع خفض أسعار الفائدة في منتصف عام 2024. وفي مصر، تراجع سعر الدولار في السوق الموازي وواصل استقراره في البنوك للشهر الثامن على التوالي. ومن الدولار إلى الذهب، وشهدت أسعار الذهب اليوم تراجعاً من أعلى قمة سجلها سعر الأصفر، وسجل سعر جرام الذهب اليوم من عيار 21 نحو 2775 جنيها بعد 2835 جنيها بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة. وشهد سعر الذهب وخاصة سعر جنيه الذهب تراجعا قويا، فهو الذي يقبل عليه الكثيرين طبعا للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله. وتراجع سعر الجنيه الذهب من عيار 24 ليبدأ من نحو 22000 جنيه و200، كأقل سعر للشراء 22000 جنيه 360 بعد 22000 جنيه 680 بفارق يزيد على 300 جنيه. والآن سنستعرض أسعار الذهب بدون مصنعية وفقاً لآخر تحديث، مع العلم أنه يتغير على مدار اليوم وفقاً لآلية العرض والطلب. سجل سعر جرام الذهب عيار 24 3194 جنيهاً، وسجل سعر الجرام عيار 21 2795 جنيهاً للشراء، وسجل أيضاً سعر الجرام عيار 18 2386 جنيهاً، وأيضاً سجل سعر الجرام عيار 14 للشراء 1863 جنيها، وبلغ سعر الجنيه عيار 24 22000 جنيه و200. أما عالمياً فشهد سعر الذهب تراجعاً غير مسبوق على مستوى العالم، إذ سجلت الأوقية أدنى مستوياتها مقارنة بأعلى سعر سجلته في ساعات وهو 2125 دولار، لا تهبط ما يزيد طبعاً حوالي 130 دولاراً. وإلى هنا مشاهدينا تكون انتهت تغطيتنا، شاركونا في التعليقات بآرائكم طبعاً وتوقعاتكم لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة. نشكركم جداً على طيب المتابعة وإلى اللقاء.